باب ذكر أسماء القراء السبعة والناقلين عنهم وأنسابهم وبلدانهم وكناهم وموتهم. نافع المدني هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم مولى جعونة بن شعيب الليثي ابن التصحيح خليه عندي يا أخوان. مولى جعونة بن شعوب الليثي حليف حمزة بن عبد المطلب، أصله من أصبهان، ويكنى أبا رويم، وقيل أبا الحسن، وقيل أبا عبد الرحمن، وتوفي بالمدينة سنة 69. نافع رحمه الله كان أسود حالكا، ومع ذلك فقد رفع الله ذكره وأعلى شأنه وارتفع ذكره في العالمين، إمام صدر به الإمام الداني وصدر به الإمام ابن الجزري كتبهما. والشرف شرف العلم وشرف الديانة قبل أن يكون شرف النسب. النسب له شرف لكنه تابع لشرف العلم وشرف الديانة. وقد كان بعض يعني لما قال عمر رضي الله عنه لا أذكر من، المهم قال: من استخلفت على أهل الوادي؟ ها؟ إيش؟ ارفع الصوت بس. أيوة نعم بارك الله فيك. لا أنا قصدي هو كان يسأل من؟ ابن أبزة ماشي، لا كان يسأل من؟ ها؟ عندك مايك، عندك مايك افتح ايوه تفضل. اظن ابا موسى، وقال له: من تركت على المدينه؟ فقال: تركت عليهم ابن ابزه. فقال: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: انه يحفظ القران. فقال: نرفع بهذا الوقت. فالشاهد انه استخلف على اهل الوادي ابن ابزه، فقال: استخلفت عليهم مولى؟ قال: انه حافظ للقران، عالم بالفرائض. قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. وكان فيه دعابة رحمه الله، وهو الذي يعني سمى هذين الإمامين قالون وورشاً بهذين الاسمين. فلم يكن اسم قالون ولا ورش اسم ورش كما سيأتي الآن، وإنما لقبهما شيخهما نافع. تفضل. وقالون هو عيسى بن مينا المدني الزرقي، الزرقي مولى الزهريين، الزهريين بني زهرة، ومعلم العربية، ويكنى أبا موسى، وقالون لقب له، ويروى أن نافعا لقبه به لجودة قراءته، لأن قالون بلسان الروم جيد. وتوفي بالمدينة قريباً من سنة 120. وورش هو عثمان بن سعيد المصري، ويكنى أبا سعيد، وورش لقب لقب به فيما يقال لشدة بياضه، وتوفي بمصر سنة 97. احنا لا نريد يعني أن نعلق كثيراً على التراجم، من أراد أن يستمتع يعني بتراجم القراء يعني فليرجع إلى طبقات الذهبي رحمه الله معرفة القراء الكبار، فهو كتاب نفيس في بابه وهو عمدة في بابه. وأيضا عندنا غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري رحمة الله عليه، فهذان الكتابان يعني يتجولان بك في هذه البساتين النضرة وهذه الرياحين العطرة. من أراد يعني أن يقرأ سير هؤلاء العلماء، والإنسان يحتاج دائما أن يقرأ في سير السالفين والأئمة المتقدمين، يعني لعله ينال بركة علمهم ويحذو حذوهم ولو بشيء. ثم ذكر بعد ذلك الإمام ابن كثير المكي رحمه الله. ابن كثير المكي هو عبد الله بن كثير الداري مولى عمرو بن علقمة الكناني، والداري العطار،
ويكنى أبا معبد وهو من التابعين، وتوفي بمكة سنة 20 و100. الداري، كلمة داري يعني عطار، لأنه كان يؤتى بالعطور المشهورة في ذلك الوقت من دارين، يعني لذلك نسب إليها داري، أي أنه يعني يذهب إلى دارين يأتي بهذه العطور. ودارين هي في البحرين، والبحرين في يعني في القديم تطلق على ماذا؟ أي على منطقة الأحساء، وليس البحرين التي نعرفها الآن، وإنما تطلق لما يقال البحرين. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف العلاء بن الحضرمي على البحرين، فهو استخلفه على منطقة الأحساء، وهو من التابعين. فقد لقي أبا أيوب الأنصاري وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وغيرهم، وحدث عنهم رحمه الله، فهو من التابعين، وكان شديد الاتباع للأثر في القراءة، ولذلك ترك الناس قراءة ابن محيصن، وهو كان إمام كبير جدا، كبير جدا، كبير القدر وكبير كثير العلم، لكنه كان له اختيار في العربية، يعني أحيانا يخالف الأثر، ولذلك عدل الناس عن قراءة ابن محيصن على جلالته وإمامته في العربية، وكان يعني في العربية إمام كبير جدا يعني، وفي القراءة كذلك، لكنه كان له اختيار في القراءة، يعني خالف فيه أحيانا خط المصحف، ولذلك يعني عدل الناس عن قراءته وتمسكوا بقراءة ابن كثير، وهما شيخا مكة، وهما شيخا مكة، يعني إمام مكة الكبيران ابن كثير وابن محيصن. ثم جاء لذكر الراوي الأول عنه، هنا قدم قنبلا، وقدم في رواية ابن عامر ابن ذكوان. هذا التقديم والتأخير هذا كله اصطلاح لا يضر شيئا. بعض الناس يظنون أنه يعني تقدم قالون ثم ورش، أصلا بعض المصنفين لم يقدم نافعا أصلا، يعني لم يبتدئ كتابة، بعضهم بدأ بالمكي أولا ثم ذكر بعد ذلك المدني، وبعضهم ختم بالبصري، البصريين. فهذا كله يعني ذكر الأئمة والرواة كله اصطلاح. ولذلك الشاطبي رحمه الله خلف اصطلاح الداني، فذكر البزي قبل إيه؟ قبل قنبل، وذكر هشاما قبل ابن ذكوان، وعندنا سيأتي ابن ذكوان قبل هشام، وعندنا قنبل الآن قبل. هذا كله ما يضر، وهذا شيء لا يتعبد به، هذا مجرد تبويب وتصنيف، يعني لو واحد جاء وبدأ بقراءة الكساء قل أتيت شيئا إدى، لا ما أتى شيئا إدى، ولا شيء منكرا ولا شيء، وهذا يعني ممكن يبدأ بالكوفيين، ممكن يبدأ بالبصري، لا تسوكم في العادة يبتدئون بالحرميين في العادة لشرف المكان وشرف البقعة وكذا، فغالبا القراء يبتدئون يا إما بالمكيين يا إما بالإيه بالمدنيين. واحد يقول مكي، نحن عندنا مكي واحد، لا عندنا مكيين كثير، بس هو يعني اللي اشتهرت قراءتهم وتواترت هي قراءة ابن كثير فقط، وإلا ابن محيصن وغيره وشيوخهم. نعم. وقنبل هو محمد بن عبد الرحمن. بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرحة المكي ابن جرجة المكي المخزومي، ويكنى أبا عمر ويلقب قنبلا، ويقالهم أهل بيت بمكة يعرفون بالقنابلة، وتوفي بمكة بعد سنة 80 و200. والبزي هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة المؤذن المكي، مولى لبني مخزوم، ويكنى أبا الحسن ويعرف بالبزي، وتوفي بمكة بعد سنة 40 و200. روى قنبل والبزي القراءة عن ابن كثير بإسناد، وتفصيل الإسناد هذا سيأتي. والبزي أو البزاز هو نسبة إلى يعني من يبيع الثياب، البزاز. طب والبزار؟ خلف ابن هشام البزار، ها هذا من يبيع إيش؟
البذور، يبيع البذور يعني كما الفصفص والأشياء هذه، يعني هذه أو البذور الحب والقمح والأشياء هذه، هذا يقال له الإيه؟ البزار. أما البزاز فهو الذي يعني يبيع أو يشتغل بتجارة الملابس. نعم، أبو عمرو البصري. نعم، أبو عمرو البصري هو أبو عمرو بن العلاء بن ابن عمار بن عبد الله بن الحسين بن الحارث بن جلهم ابن خزاعي ابن مازن ابن مالك ابن عمرو بن تميم، وقيل اسمه زبان، وقيل العريان، وقيل يحيى، وقيل اسمه كنيته، وقيل غير ذلك، وتوفي بالكوفة سنة 54. أبو عمرو البصري يعني من أئمة القراءة والعربية الكبار، يعني هو من أعمدة المدرسة البصرية في النحو، وهو إمام كبير، وهو شيخ شيوخ النحاة، وأظن أن الخليل يعني تلقى منه. الخليل صح؟ نعم. فالإمام أبو عمرو البصري يعني له ترجمة حافلة جدا في معرفة القراء الكبار وفي غاية النهاية، حتى إنه قيل إنه بلغ من العلم من الفقه والقراءة، يعني علم الفقه وعلم القراءة واللغة، ما لو وزع على 100 رجل لكان كل منهم فقيها قارئا لغويا رحمه الله. وأبو عمر، وأبو عمر هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان الأزدي الدوري النحوي، والدور موضع ببغداد، توفي بمكة في حدود سنة 50. وقيل أن الدوري هو أول، قيل أن الدوري هو أول من صنف في القراءات، والمشهور أنه أبو عبيد القاسم بن سلام، لكن هذه من الأقوال التي يذكرونها. والدوري على فكرة نجد له في تفاصيل أسانيد النشر، نجد لا تقريبا موجود في كل القراءات، تقريبا في كل القراءات، وفي بعضها في طرق رئيسة، في بعضها في طرق رئيسة، فهو رواياته واسعة، وإمام كبير القدر رحمه الله. نعم. أبو شعيب، وأبو شعيب هو صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل الرستبي السوسي نسبة إلى السوس موضع، روي القراءة عن أبي محمد يحيى بن المبارك العدوي المعروف باليزيدي عنه، وقيل له اليزيدي لصحبته يزيد بن منصور خال المهدي، وتوفي بخراسان سنة 200. طيب، الآن ننتقل إلى ابن عامر وننتقل إلى الشيخ الحسن، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ابن عامر الشامي هو عبد الله بن عامر اليحصبي قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك. نسبة إلى يحصب، مش عندك هذه؟ ما عندي. ها؟ ما عندي. طيب، ما في عزوز. قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك، ويكنى أبا عمران وهو من التابعين، وليس في القراء السبعة من العرب غيره وغير أبي عمرو، والباقون هم موالي. توفي بدمشق سنة 18. طبعا الإمام ابن عامر هو قال إنه معدود في التابعين، صحيح، وقد لقي أبا الدرداء، وقيل إنه قرأ عليه وجعل هذا محتملا جدا الإمام للجزري، رغم استبعاد الذهبي له. وطبعا معروف أن أبا الدرداء رحمه الله كان يعني له حلقات كثيرة في الجامع الأموي في الشام، وكان يعني ابن عامر كبير العرفاء، ولا يبعد أن يكون قرأ عليه، إن لم يكن القرآن فقرأ عليه سورا منه. أما قراءته على عثمان فقد استبعدها ابن الجزري تماما، وكذلك قراءته على معاذ بن جبل قال إنها هذا واهن، وذكروا عددا. وهو قرأ على المغيرة بن شعبة،
وسيأتي الكلام عن إسناده عن رجاله بعد قليل. وقلنا أنه لقي عثمان وأبا الدرداء وواثل بن الأسقع والمغيرة بن شعبة والمغيرة بن شهاب وغيرهم. نعم. وابن ذكوان هو عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان القرشي الدمشقي. بشر ولا بشير؟ هو عندي بشير. عندي بشر. والمشهور أنه بشير. في حد عنده بشر نسخة أخرى أو مخطوطة؟ طيب، هو بشير إلى أن يثبت خلاف ذلك. ابن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي، ويكنى أبا عمرو، توفي بها سنة 42. نعم. وهشام هو هشام بن عمار بن نصير بن أبان بن ميسرة السلمي القاضي الدمشقي، يكنى أبا الوليد، توفي بها سنة 45. روي القراءة عن ابن عامر بإسناد. هو قوله في الفقرة اللي ذكرها عن ابن عامر أن كلهم موال، يقصد الأئمة السبعة، وإلا في بعض الرواة نجد يعني عربا أقحاح، كما ذكر في قنبل، ذكر صريح النسب، قال من بني مخزوم. وأيضا هنا ابن ذكوان القرشي الفهري، هو فهري قرشي، فالظاهر والله أعلم أنه صريح النسب كذلك، ولا يضر عموما، لكن هذا من يعني معرفة علمية. والولاء الذي لحق هؤلاء غالبه ولاء ولادة العجم، ليس لم يكونوا يعني موالي بمعنى أنهم رقيق، لم يكن أحد من القراء السبعة ولا من رواتهم رقيقا، وإنما هو يا إما ولاء الحلف، ذكروا في نافع قال الحليف حمزة بن عبد المطلب، يا إما ولاء الحلف، هو ثلاثة أنواع، ولاء العتاقة هذا الرقيق، ولاء الحلف تجري محالفات وأحلاف وكذا بين العرب، أو ولاء ولادة العجم، وأكثرهم كذلك ولاء ولادة العجم، يعني أصله أجداده من العجم، أجداده أجداده من العجم، وهذا الحاصل في أكثر القراء. طبعا ذكر في نافع مثلا أنه من أصبهان وهكذا يعني. نعم. المايك. ابن كثير بعض المؤلفين نسبوه إلى العربية، وقال إن داري نسبة إلى قبيلة، إلى قبيلة تميم الداري، ومن ذلك نسبوه إلى العرب. محتمل. نعم. ابن ذكوان في الاسم بتاعه الترايم جايبة بشر وبشير. الترايم جايبة بشر وبشير. بشر وبشير، طيب أكيد إنه واحد منهم صح يعني. مش معقول انه بشر وبشير، بس لعل لا تبحث. نعم، تفضل. عاصم الكوفي. عاصم الكوفي عاصم ابن ابي النجود، ويقال ابن بهدلة، وقيل اسم ابي النجود عبد، وبهدلة اسم امه. عبد ولا عبد؟ عبد. ها؟ عبد بالسكون؟ نعم، مثل نسختكم. لا، هو ضبطها بالسكون، بس كأنها مر بي أن مضبوطة بالضم، يعني عبد يعني أنه رقيق. لا لا لا, لا ها؟ عبد. ها؟ عبد اسم شيخنا، مثل عبيد. بالسكون؟ لا، لكن بالسكون ولا بالضم، أنا وقعت عليها. طيب، هذه بحث آخر، ما أدري مين اللي هيجمع الأبحاث ومن الذي سيبحث. طيب، النسخة الأخرى غير مشكلة. نعم. لا لا، ما هذه نوع تعرف في كتب الأنساب والتراجم اللي تضبط الأسماء هذه. نعم. وبهدلة اسم أمه، وهو مولى نصر بن قعين الأسدي، ويكنى أبا بكر، وهو من التابعين. هو قعين ولا قعين؟ عندي بالضم قعين، نصر بن قعين. أنا عارف أنه عندك بالضم، بس ها. طيب، ضم هذه من اللي حد يسجل لنا هذه المسائل التي تبحث. أنا ضبطتها على نسخة التيسير القديمة قعين، ورجعت فيها إلى بعض المصادر، لكن هو ضبطها هنا، نريد يعني
أن نتحقق من المسألة. هو قعين ولا قعين؟ هو هنا ضبطها قعين، بس عندي شك منه مريب. عزوز، شيخ عزوز، ها؟ ضبطها بالضم. عزوز برضو؟ نعم، نصر بن قعين. ها؟ استخدم المايك. ها؟ أصحاب التراجم أغلبهم يضبطونها بالضم قعين. أي ما التراجم، أنا رجعت التراجم برضو ضبطها بالفتح، لكن نرجع إليها، ما في بس. طيب تفضل. ويكنى أبا بكر وهو من التابعين، لحق الحارث بن حسان وافد بن بكر، توفي بالكوفة سنة 28 و100. يعني هو من التابعين، لأن حسان الحارث بن حسان البكري هو من الصحابة، له صحبة، فهو لاحقه وأدركه، فهو يعني معدود عاصم من التابعين رحمه الله. وكان عاصم مشهورا، هو ابن كثير خاصة مشهورين بالفصاحة، فصاحة اللسان والحروف، كل القراء السبعة، لكن يعني هذه يذكرونها كثيرا في تراجمهم، حتى إنه لما أدركته الوفاة، يروي شعبة، لما أدركته الوفاة قال: دخلت عليه فإذا هو يقرأ: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق يرتلها، وهو في الاحتضار، كأنما التجويد له سجية، هو محتضر. طبعا ردوا قراءة شاذة، يعني ليست في العشرة، لكنها لغة، ردوا وردوا لغة، لكن يعني الشاهد فيها أنه كان وهو في مرض موته يرتل القراءة. نعم. وأبو بكر شعبة. وأبو بكر هو شعبة بن عياش بن سالم الكوفي الأسدي، مولى لهم، وقد قيل اسمه وقيل كنيته وقيل غير ذلك. قيل اسمه ماذا؟ ما عندي شيء. سالم. سالم. هكذا عندي سقط. وقيل اسم، وقد قيل اسمه وقيل كنيته. لا، وقيل اسمه سالم. سالم. وقيل كنيته وقيل غير ذلك. توفي بالكوفة سنة 94 و100. هذا الإمام، إمام شعبة، بعض القراء يخلط بينه وبين أبي بسطام، أبي بسطام شعبة بن الحجاج المحدث العتكي، الإمام الكبير الذي يلقبونه أمير المؤمنين في الحديث، وقالوا أول من نقب أو فتش في الرجال ويعني محص أحوال الرجال في الحديث. هذا غير أبو بسطام شعبة بن الحجاج المحدث، غير شعبة بن عياش بن سالم الأسد الحناط الكوفي رحمه الله، وكان من أئمة السنة أيضا، لكنه لم يشتهر بالحديث كشهرته بالقراءة، وكان من العباد. لما حضرته الوفاة بكت أخته، فقال: ما يبكيك؟ فوالله لقد قرأت القرآن في هذه الزاوية 18,000 ختمة. قرأ القرآن في زاوية منزله في المصلاه 18,000 ختمة رحمه الله. ونسينا أن نذكر في ترجمة هشام، يعني تعليق سريع، هو هشام بن عمار هو من شيوخ البخاري رحمه الله، خرج له في صحيحه، وخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه وكذلك الترمذي، لكن عن رجل عنه وغيرهم، وبقي ابن مخلد وغيرهم. ثم جاء لحفص. نعم. وحفص هو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي البزاز الكوفي، ويكنى أبا عمر، ويعرف بحفيص. حفيص عندي بالكسر ضبطها بحفيص. قال وكيع: وكان ثقة. وقال ابن معين: هو أقرأ من أبي بكر، توفي قريبا من سنة 90 و100. طبعا يعني بعضهم وثقه وبعضهم طبعا في الحديث، بعضهم وثقه وبعضهم ضعفه، ولا يضر تضعيف قارئ في علم الحديث، ولا يشترط أن يكون الإنسان عالما في كل شيء، لا يشترط، قد يكون محدثا لكنه ضعيف في الفقه، وقد يكون فقيه ولكنه ضعيف في القراءة، وقد يكون قارئ لكنه ضعيف في الحديث، ويعني بما تصدى له وبما أنفق فيه عمره
فما يذكرونه أحياناً عن البزي أو عن حفص أو عن غيره من أئمة القراءة من ضعف في الحديث، لكن الذهبي رحمه الله لما ذكر قال لكنه في القراءة ثقة ثبت حجة، يعني ما يضر تضعيف أي إمام في علم غير العلم الذي عرف به واشتغل به. ويكفي أن الأمة تلقت قراءتها بالقبول، بل إنها صارت الآن هي القراءة الشهرى في العالم الإسلامي كله، وتأتي بعدها يعني رواية قالون ورواية ورش. نعم، وبعضهم يعني قال يعني هو الرواية الصحيحة عن عاصم هي قراءة تروى عن ابن معين قراءة حفص، طبعا الصحيحة لا يقصد ضدها الفاسدة، وربما يعني هي التي الأصح عنده، الأصح عنده وليست الصحيحة المقابلة الفاسدة. نعم تفضل. نعم، حمزة الكوفي. حمزة الكوفي هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات الفرضي التيمي مولى لهم، ويكن أبا عمارة، توفي بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور سنة 56 و100. حلوان طبعا موجودة في دول كثيرة، وحلوان هذه التي يقصدها في أين هي؟ في العراق وفي سواد العراق، وهذه يعني ينسب الحلواني إلى دمشق وينسب إلى العراق وينسب إلى مصر وربما نسب إلى غيرها، لكن هذه نسبة حمزة رحمه الله إلى هو كوفي، هو كوفي من أهل الكوفة. وطبعا هذه ترجمة يعني حمزة حافلة جدا في احتفى به جدا في يعني معرفة القراء الكبار وفي غاية النهاية، وكان مشهورا بالزهادة والديانة وقوة الديانة متانة الديانة رحمه الله، وتروى عنه في ذلك يعني عجيب. وغير صحيح ما يتناوله بعض الإخوة طلبة العلم عن إنكار يعني بعض الأئمة لقراءة حمزة، فما يروى عن الإمام يعني أحمد غير صحيح أو أنه حمل على غير وجهه. والشيخ عبد الله العبيد حفظه الله، الدكتور عبد الله العبيد، ألف في ذلك رسالة في يعني الرد على يعني من طعن في هذه القراءة. ولو فرض أن إماما من أئمة الفقه مثلا أو من أئمة الحديث طعن في هذه القراءة، هل هذا يضرها؟ لا يضرها، أصلا الأمة كلها أطبقت عليها والقراء أجمعوا على إمامته ولا على اعتماد قراءته. أنا أقول يعني التنزل في المسألة، لو قيل إن يعني إماما من الأئمة طعن فيها أو كرهها أو يعني لم يختارها أو أي شيء من هذا القبيل، هل هذا القول يعني أننا نترك هذه القراءة؟ هذه قراءة أجمعت عليها الأمة قرون طويلة، ومصنف القراءات ما يعني أظن يعني بعضهم ربما أخرج الكسائي، ربما ما أخرج مصنف في السبعة حمزة أبدا، يعني حمزة وهو يقول عن نفسه ما قرأت حرفا من كتاب الله إلا بأثر، وكذلك يروي عنه الإمام الكبير سفيان الثوري من تلاميذه قال ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر رحمه الله. وخلف، نعم، وخلف هو خلف بن هشام البزار، ويكنى أبا محمد، وهو من أهل فم الصلح أو الصلح. الصلح، نعم. وتوفي. وتوفي ببغداد، وهو مختف زمان الجهمية سنة 29 و200. مختف يعني خوفا من بطشهم، يعني لما كان لهم يد يعني ولهم سطوة. نعم. وخلاد هو خلاد بن خالد، ويقال بن خليد، ويقال بن عيسى الصيرفي الكوفي، ويكن أبا عيسى، توفي بها سنة 20 و200. روى القراءة عن أبي عيسى سليم بن عيسى الحنفي الكوفي عن حمزة، وتوفي سليم بالكوفة سنة 8 وقيل سنة 89 و100. وسليم كان حاذقا جدا في قراءة حمزة حتى
أن حمزة إذا أقبل سليم يقول تحفظوا فقد جاءكم سليم. طبعا هذا يعني دلالة على مكانته، وإلا طبعا هو شيخه، هو شيخه، لكن يعني يروى أن يعني أظن خلاد أو خلف أن حصل يعني قال إني إذا أخطأت قومني، يعني إذا أخطأت حمزة قومني، أنت إذا أخطأت عيرتني. نعم، رحمهم الله جميعا. الكسائي، نعم، الكسائي الكوفي هو علي بن حمزة النحوي مولى لبني أسد، ويكنى أبا الحسن، وقيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء، وتوفي برنبويه. هي رنبويه أو رنبويه الذي أعلمه، رنبويه ضمها، ها؟ ضمها عندي شيخ، رنبويه بالضم، وتضبط رنبويه بيض، صح؟ نعم، بارك الله فيك. أيوة، عند من؟ لأن المحدثين عندهم أثر أن ويه من أسماء الشيطان، هم لا يقولون سيبوية ونفطوية، يعني راح سيبوية ونفطويه و... نعم، أنت قصدك ويه؟ ويه فيه طيب أثر. ما هي رنبوية ولا رنبوية؟ هي الاثنين فيها ويه، يعني كلها فيها ويه في الآل. المحدثون يقولون رنبوية حتى يجتنبوا، يعني عشان الضم ويه، يقولون سيبوية ونفطوية وسعدوية. أيوة، طيب ماشي ماشي يا أبويا، لكن أنا أنا عندي ضبطها بضم على الباء، رنبويه هكذا. لا هي لا أعرف ضبطان، رنبويه ورنبويه، أما أنت ما أدري إيش تقول. ضم ثم فتحة ثم فتحة هكذا كتب، ما أدري. أيوة، طيب ماشي. وقرية من قرى الري حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة 89 و100. علي بن حمزة الكسائي رحمه الله كان يعني عمود المدرسة الكوفية في النحو، كان إماما كبيرا وصاحب جاه عريض، كان صاحب جاه عريض، كان مؤدب الأمين والمأمون ابني الرشيد رحمه الله، وتوفي هو ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في يوم واحد. وقال الرشيد دفن الفقه والقراءة، أو دفن القراءة الفقه واللغة رحمه الله. نعم، وأبو عمر، وأبو عمر هو حفص بن عمر الدوري النحوي صاحب اليزيدي، سبق يعني التعريف به. نعم، وأبو الحارث، وأبو الحارث هو الليث بن خالد البغدادي، توفي سنة 40 و200. قال أبو عمرو: فهذه أسماء القراء السبعة والناقلين عنهم على وجه الاختصار، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. بعد ذلك سيأتي إلى ذكر رجال هؤلاء السبعة، ثم يذكر اتصال قراءته بهم، وهذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.